أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. نبدأها بالعناوين. انتهاء اليوم السادس من المشاورات اليمنية والتوصيات يعلن عنها غدا بالجلسة الختامية. رئيس الوزراء ينفي مسؤولية التحالف العربي عن إيقاف تشغيل ميناء بلحافة وأن سبب ذلك مخاوف الشركات العالمية. صحيفة الشارع تكشف عن ضغوطات تمارسها قيادات عسكرية على نيابة تعز للإفراج عن متهمين بقضية أسرة الحريق. أهلا بكم من جديد. البداية من ملف المشاورات اليمنية في الرياض. انتهى اليوم قبل الأخير من المشاورات اليمنية المنعقدة في الرياض على أن تعلن التوصيات يوم غد في الجلسة الختامية. وأفاد موفدنا إلى الرياض وضح اليمن أن المشاركين في المشاورات عقدوا اجتماعات مغلقة ووضعوا اللمسات الأخيرة على المقترحات، وتم استثناء المشاركين في المحور الإعلامي فقط على أن يعقدوا اجتماعا خاصا الليلة لمناقشة التوصيات الأخيرة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض موفدنا إلى الرياض وضاح اليمن عبد القادر. أهلا بك معنا وضاح، كيف جرت مشاورات اليوم السادس وهل خلص المجتمعون إلى التوصيات النهائية؟ مساء الخير. طبعا اليوم كانت ربما اليوم قبل الأخير لنهاية الجلسات المغلقة في المسارات المختلفة كما قلنا، وتأجيل المسار الإعلامي ربما الآن أيضا هناك اجتماع خاص بالإعلاميين أيضا لمناقشة النتائج أو الحلول التي توصلوا إليها لإقرارها ضمن أدبيات المشاورات أو الأوراق التي ستقدم وستقر ومناقشتها يوم غدا وإقرارها بشكل نهائي. فيما يخص هناك تطورات فيما يخص الإصلاحات في الملف السياسي، هناك إصلاحات واسعة في كما كانت مطالب كثير من القوى السياسية في مسألة المسار السياسي بما يمكن الجميع من تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية في الفترة القادمة واستكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسة الدولة. كما أنه هناك تم مناقشة فيما يخص الجانب العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، مناقشة إصلاحات عسكرية واسعة تمكن من إعادة ترتيب أوضاع المؤسسة العسكرية والأمنية كما قلنا، أيضا فيما يصب أيضا في استكمال المعركة مع ميليشيا الحوثي. بينما أخذ الملف الاقتصادي حيزا كبيرا من النقاش يتمثل في كان من المتوقع أن تحضر ميليشيا الحوثي حتى يتم مناقشة الاختلالات الموجودة ما بين البنك المركزي في عدن وأيضا ما زال البنك المركزي في صنعاء يمارس بعض الأشياء مما أدى إلى أوضاع اقتصادية صعبة فيما يخص تدهور العملة الوطنية وغيرها. لكن مع عدم التزام ميليشيا الحوثي بالحضور تم وضع ومعالجة الملف الاقتصادي ومناقشة التحديات ووضع الحلول والمقترحات في ظل الوضع القائم مع وجود البنك المركزي في العاصمة عدن. هناك فيما يخص أيضا المسار الإغاثي والإنساني كان هناك من ضمن الطرح والذي ربما متوقع أن يتم إقراره أيضا وسنرى غدا في المشاورات، تفعيل دور ميناء عدن في وصول المساعدة الإنسانية وإيجاد أيضا آلية رقابية على المنظمات الدولية. كما نعرف أن المبالغ المتدفقة بمليارات الدولارات التي كانت في فترة سابقة كانت تشوبها الكثير من الفساد وذهبت معظمها في مصروفات إدارية فيما لم يذهب منها سوى النزر اليسير للمواطنين، وهذا بكل تأكيد لم ينعكس على حال المواطنين بشكل إيجابي، بل بالعكس زاد خط الفقر وأصبح أكثر من 80% من اليمنيين اليوم تحت خط الفقر. وهناك أرقام كبيرة تجعل أخذ هذا الملف على محمل الجد بشكل كبير. أيضا من ضمن كانت المقترحات التي طرحت وأعتقد أنها قد أقرت أيضا الدعوة لتعزيز دور العاصمة عدن كأمانة عامة وأيضا محافظة مثلها مثل ما كانت صنعاء في ظل الوضع القائم، مع الإصرار أيضا أو مطالبة القوى بتعزيز مؤسسات الدولة وإصلاحات على مستوى الجهاز التنفيذي الجهاز أيضا القضائي بما يمكن الجميع أن يكونوا شركاء
في اتخاذ القرار وشركاء ايضا في السلطه، وايضا يتحملوا مسؤوليتهم في المرحله القادمه. يوم غدا سيكون هناك مناقشه للاستعراض للتقارير في المحاور السته ومناقشتها ومن ثم اقرارها بشكل نهائي، وايضا تكون هناك جلسات الختام. طيب، وضاح الشارع اليمني يسأل من منظور الملف السياسي، هل هناك تغيير في هيكل الدولة؟ طبعا هناك كانت مطالب من كثير من القوى باصلاحات كبيره في مؤسسات الدوله، سواء في المؤسسه الرئاسيه او في حتى في مؤسسه مجلس الوزراء، وايضا المؤسسه التنفيذيه على مستوى هيكله الوزارات القائمه اعاده النظر ايضا في بعض القرارات الصادره. كلنا يعرف الاختلالات التي كانت في الوزارات، التعيينات التي خارج نطاق القانون وغيرها، وتبني مساله اصلاحات سياسيه حقيقيه ستمثل نقطه تحول مهم في المسار السياسي، وستؤدي أيضا إلى خلق حالة من الاستقرار وانعكاسها على بقية المسارات الأخرى. البلاد في هذا التوقيت ومؤسسة الدولة بحاجة لإعادة الاعتبار للوظيفة العامة، بإعادة الاعتبار أيضا للوظيفة الحكومية، في من إعادة النظر في من يتولون أيضا مسؤولية القرار وفق مبدأ الكفاءات ومعايير الكفاءات بعيدا عن نظام المحاصصة. نعم، كان معنا من الرياض موفدنا وضاح اليمن عبد القادر، شكرا جزيلا لك. قال سفير مجلس التعاون لدى اليمن سرحان المنيخر إن المشاركين في المشاورات اليمنية لم يأتوا لتضييع الوقت، وأن المواطن اليمني يستحق العيش الكريم أسوة بجيرانه وأشقائه في دول المجلس. بالتأكيد أن الأخوة اليمنيين المتشاورون لم يأتوا هنا ليضيعوا مزيدا من الوقت، كفى من الوقت ما ضاع 7 سنوات. هم أتوا إلى هنا لأنهم وصلوا إلى نقطة حل ونقطة سواء، أن المواطن اليمني يستحق أن يعيش العيش الكريم. وأضاف أيضا المناخر أن اليمن هو امتداد طبيعي لدول مجلس التعاون والجزيرة العربية، ولن يستقر إلا بتضافر جهود أهله. المواطن اليمني يستحق أن يعيش العيش الكريم أسوة بجيرانه وأشقائه من دول مجلس التعاون، وليقين اليمنيين المتشاورين سواء الموجودين معنا أو من لم يحالفهم الحظ، ليقينهم التام بأن أكبر داعم والداعم الطبيعي والامتداد الطبيعي لهم هي دول مجلس التعاون، لذا هم هنا اليوم بيننا أخوة أعزاء على هذه المنصة، منصة المشاورات، ونؤكد لهم استمرار دعم دول مجلس التعاون في كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والتنموية والإغاثية والإنسانية. ثمن مجلس الوزراء السعودي في اجتماع برئاسة خادم الحرمين الشريفين جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في التوصل إلى هدنة في اليمن ووقف شامل للعمليات العسكرية في الداخل وعلى حدوده. وقال مجلس الوزراء السعودي إن تلك الجهود تأتي تماشيا مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، معربا عن آماله في إسهام تلك الجهود بالتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أكد كل من أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاح على أهمية مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية في دعم جهود التنمية والمساعدات الإنسانية في اليمن، وجاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين على هامش المشاورات اليمنية في الرياض. قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ إن المشاورات اليمنية في الرياض فرصة حقيقية للحل في اليمن. وخلال مؤتمر صحفي افتراضي تحدث المبعوث الأممي عن الهدنة الأممية في اليمن، مشيرا إلى أنها تعد فرصة مهمة ونادرة ويمكن تجديدها بالتشاور مع كل الأطراف. وأعرب جرونبرغ عن أمله في أن تلتزم جميع الأطراف بالهدنة بالوصول إلى تسوية سياسية للنزاع.
نفى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مسؤولية التحالف العربي عن إيقاف التصدير الغاز من ميناء بلحاف، وقال إن الحكومة اليمنية أمام تحد لإعادة تشغيل الميناء. وأضاف رئيس الوزراء خلال لقاء جمعه بالإعلاميين المشاركين في مشاورات الرياض أن سبب إيقاف تصدير الغاز من الميناء يعود إلى مخاوف الشركات العالمية من معاودة العمل في مثل هذه الظروف، وفي مقدمتها شركة توتال الفرنسية. وأضاف أن الحكومة بدأت تحركات وجهودا للعمل على استئناف تشغيل الميناء برغم الظروف، وقال إن تصدير الغاز قد يوفر لليمنيين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا، إلا أن إعادة التشغيل قد تحتاج لعدة أشهر. استقبل رئيس الوزراء نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وأعرب عن ثقته في الدعم الاقتصادي العاجل الذي سيقدم من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وناقش الطرفان مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك والخطط المستقبلية في تنفيذ المشاريع على ضوء الأولويات الراهنة، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف الأزمة الإنسانية. وشدد رئيس الوزراء في لقائه على أن اليمن يمر بمرحلة حرجة على المستوى الاقتصادي، مما يستدعي تقديم هذا الدعم. حظي المحور الأمني ومكافحة الإرهاب خلال المشاورات اليمنية في الرياض بنقاش مستفيض، إذ قدم المشاركون فيه رؤيتهم لمعالجة الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة. وخص المشاركون ملف الاتصالات متطرقين إلى استفادة ميليشيات الحوثي من موقع شركة الاتصالات وبنيتها الأساسية في صنعاء لأجل اختراق هواتف مناوئيها. الاختراقات الأمنية للعدو تم تقييمها، سواء كانت اختراقات أمنية وميدانية، ممارسة اغتيالات، وجود خلايا في مناطق الشرعية وفي المناطق المحررة، أو استغلاله للاتصالات التي لا زالت في صنعاء، وهذه أكبر ضربة تتلقاها الشرعية وقيادتها العسكرية. وربما أغلب الاغتيالات التي حدثت كانت عبر سيطرة الحوثي على الداتا والسيرفرات الموجودة والرقم الدولي الذي يتحدث عنه وزير الاتصالات أنه من الصعوبة نقله إلى عدن. ووضعنا عدة حلول، منها إنشاء شركات اتصالات جديدة، منها مخاطبة الجهات الدولية القائمة على منظومة الطيران بنقل الرقم الاتصالات برقم الرقم الوطني إلى مناطق الشرعية والمحافظة عدن العاصمة المؤقتة أو أي منطقة تحددها قيادة الشرعية والجهات والوزارات المختصة، لأن منظومة الاتصالات تعتبر من أكبر الأسلحة ومن أكبر مصادر التمويل للحوثيين. كما تعلمون أن هناك يعني في كل عام تقريب ما يفوق 100 مليار ريال يمني. قالت الناشطة الحقوقية وعضو لجنة المشاورات اليمنية اليمنية على المسار الإغاثي والإنساني وسام باسندوا في تصريح لقناة الغد المشرق أن هناك فسادا وخللا كبيرا في عمل المنظمات الدولية، وهو ما يستدعي وجود خطط شاملة وآلية رقابة على عمل تلك المنظمات. تحدثنا عن قضايا فساد المنظمات الدولية وقدمنا حلول بضرورة الرقابة وأن يكون هناك سلطة رقابية على هذه المساعدات التي تدخل اليمن. أكثر من 20 مليار دولار حتى نهاية 2020 دخلت لليمن، لا يرى منها المواطن اليمني شيء، ولا تنعكس على حياته ولا حتى على حياة يعني الناس اللي تحت خط الفقر. 80% من اليمنيين للأسف الشديد تحت خط الفقر ولا يشعرون بهذه المساعدات. معناه أنه هناك خلل كبير في تعامل المنظمات الدولية، ويجب أن يكون هناك خطة إغاثية شاملة وأن يكون هناك رقابة على عمل هذه المنظمات في التعامل مع الناس، بالإضافة إلى القضايا الحقوقية الأخرى اللي طرحناها من ضمنها قضايا الألغام، قضايا تجنيد الأطفال، قضايا المختطفات من النساء في السجون اليمنية، قضية صافر، القضية البيئية التي تهدد اليمن والمنطقة والعالم، والعديد من القضايا الأخرى. أعربت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها هانس جرونبرغ عن القلق من الخروقات العدائية الحوثية للهدنة الإنسانية خاصة في محافظة مأرب. وكانت أعلنت القوات الحكومية عن تسجيل 130 خرقا للهدنة الإنسانية ارتكبتها ميليشيات الحوثي في 8 محافظات، وكما تعرضت كافة جبهات القتال في محافظات الضالع وتعز ولحج والحديدة وحجة والجوف ومأرب لسلسلة هجمات برية ومدفعية من قبل ميليشيات الحوثي، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. وتصدرت تعز المحافظات بمعدل الخروقات التي شهدت 44 انتهاكا للإنقلابيين.
أقام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في مقر إقامته بالرياض مأدبة إفطار شهدت حضور قيادات جنوبية رفيعة المستوى. وتخلل مأدبة الإفطار الرمضانية عدد من اللقاءات الودية جمعت الزبيدي بعدد من القيادات الجنوبية، حيث تمت مناقشة سبل وآليات تعزيز التلاحم الجنوبي وتوحيد الرؤى بما يسهم في تعزيز الاصطفاف الوطني الجنوبي ويخدم شعب الجنوب وقضيته الوطنية في الاستحقاقات السياسية القادمة. كشفت مصادر محلية لصحيفة الشارع عن ضغوطات كبيرة تواجه النيابة العامة في تعز من قبل قيادات عسكرية للإفراج عن متهمين محتجزين على ذمة قضية أسرة الحرق. قضية أسرة الحرق لا زال يصدح صداها في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه محافظة تعز، فالنيابة العامة غير قادرة على ممارسة مهامها بسبب فساد القيادات العسكرية النافذة ما أدى إلى تقاعصها عن أداء مهامها. وهذه التصريحات تناولتها صحيفة الشارع عن مصادر مقربة ذكرت أن هذه القيادات لا تزال حتى هذه اللحظة تمارس ضغوطاتها القوية والمستمرة على النيابة للإفراج عن مساجين متهمين بالتورط في تصفية أفراد من الأسرة واقتحام المنازل ونهبها وإحراقها. وأكدت الصحيفة أن هذه الضغوطات تأتي في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من المتهمين في القضية خارج السجن وسط غياب أي دور للجنة الأمنية والسلطة المحلية. من جانب آخر، نشر تقرير صادر عن فريق الخبراء الأممي في يناير الفائت من العام الجاري تطرق إلى المنازعات على الأراضي في اليمن، وأوضح التقرير بأن المنازعات على الأراضي والممتلكات تمثل مشكلة طويلة الأمد في اليمن. ومع ذلك أدت سنوات من النزاع إلى إضعاف نظام التسوية والمنازعات، لا سيما الجهاز القضائي وجهاز الأمن، وزادت من سلطة الجماعات المسلحة والعصابات الضالعة في المنازعات. وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة الشارع بأن نتيجة لذلك ازداد العنف بسبب المنازعات على الأراضي، وأصبح المدنيون أكثر ضعفا مع استيلاء الجماعات المسلحة على أراضيهم ومنازلهم. وأوضح التقرير أن الفريق حقق في حالة واحدة توضيحا لهذه المسألة، مشيرا إلى ما تعرضت له أسرة الحرق في بير باشا غرب مدينة تعز. أسرة الحرق ليست الأسرة الأولى، ولكنها خرجت وتحدثت عندما فاض بها الأمر، وهي تشاهد غريمها خارج السجن حرا طليق على صوتها يصل على المجرم يخشى عدالة من في السماء قبل الأرض. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. الخلية اللسانية المقاومة الوطنية تقدم وجبات إفطار للنازحين. أهلا بكم من جديد. استقبل أهالي محافظة شبوة شهر رمضان المبارك بفرحة كبيرة، إلا أنهم يشكون من تدهور الحالة المعيشية وغلاء الأسعار وسط مطالبات الحكومة بضبط أسعار الصرف وتفعيل الرقابة التموينية. الفرحة فرحتين هذه السنة لدى أهالي محافظة شبوة وهم يستقبلون الأيام الأولى من رمضان، شهر الخير والبركة والنفحات، لا سيما بعد الانتصارات التي تحققت في المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ولا يعكر تلك الفرحة إلا تدهور الحالة المعيشية لدى المواطنين. فهذا ناصر الشطح أحد مواطني ضواحي عتق، ياتي متسوقا هنا لإسعاد أطفاله بقدوم رمضان. لم يعد مرتبه الشهري البالغ 60,000 ريال يكفي لإعاشة أطفاله، لذا يضطر للاستدانة من أجل توفير لقمة العيش. وهكذا هو حال الكثير من الناس هنا في ظل انهيار الحالة المعيشية. معت الموظف بعضها ماشي لدخل، ماشي عندها دخل، ما في دخل من ظروف الليلة، ظروفهم صعبة، عائلتهم عندهم صعبة، يعني ايش هذا ولا عندهم دخل رئيسي، ما
دخل رئيسي ما شو عنده. أبناء شبوة والمقيمون فيها يشكون من غلاء الأسعار الجنوني وجشع التجار في ظل غياب الرقابة التموينية، بل وحتى المنتوجات المحلية من الخضروات والفواكه والأسماك وصلت أسعارها إلى حد لا يطاق، خاصة في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. هو غلاء فاحش، ولم يقدروا المواطنين على إنقاذ أسرهم. أنا البارح اطلعت على بعض الأسر ما أفطروا على حبة سمبوسة، والله هذا أني طلعت عليه البارح، وأكد لكم أنني أمام الله سأطرح الحقيقة أن المواطن هو الضحية للتجار. ندعو التجار إلى مساعدة المواطن في الأسعار ويرخصوها إلى الحد الذي يتناسب مع المواطن على نظر رواتبهم ودخلهم، ونسأل الله ذلك من التجار لفتة كريمة لهؤلاء المواطنين في شبوة. يناشد الأهالي الحكومة إلى ضبط صرف العملة المحلية ومراعاة أحوال المواطنين المتدهورة، كما يناشدون المنظمات المحلية والدولية وأهل البر والإحسان إلى مساعدة الفقراء والمساكين لا سيما في شهر الرحمة والبر والإحسان. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. تواصل الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية مشروع إفطار الصائم ضمن خطتها المعدة لإعانة أكبر عدد ممكن من النازحين والأسر الأشد فقرا في المديريات الساحلية المحررة بمحافظتي تعز والحديدة. واستأذنت الخلية الإنسانية مخيم الرونة في عزلة الحناية بمديرية الوازعية غرب تعز بوجبة إفطار مكتملة لكل أسرة. وتعاني قرى عزلة الحناية من قصف ممنهج من قبل ميليشيات الحوثي أجبر الكثير من الأسر على النزوح. رمضان في بنغلاديش مغاير ويختلف عن أماكن كثيرة في العالم، ففي هذا البلد تقام أسواق خاصة بالمأكولات التقليدية على أنواعها، وفي أسواق شوق بازار يجتمع الآلاف من بائعي الطعام ليعرضوا منتجاتهم ووصفاتهم الخاصة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. انتهاء اليوم السادس من المشاورات اليمنية والتوصيات يعلن عنها غدا بالجلسة الختامية. رئيس الوزراء ينفي مسؤولية التحالف العربي عن إيقاف تشغيل ميناء بلحافة وأن السبب ذلك مخاوف الشركات العالمية. وصحيفة الشارع تكشف عن ضغوطات تمارسها قيادة عسكرية على نيابة تعز للإفراج عن متهمين بقضية أسرة الحرق. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد.com وتطبيق ضبط الإخباري. إلى اللقاء.